هنتكلم عنها يعني اللي تحداها الاهلي. هو برضو اتكلم عنها بالتفصيل موسيماني بالامس وقال كده تحديدا، قال ان الفريق واجه ظروف كانت صعبه جدا خلال مواجهته عفوا مع مونتاري المكسيكي، منها غياب زي ما كنت بقول لحضراتكم 11 لاعب من الفريق عن المباراة، وانه كمان هو نفسه كان غاب عن تحذيرات الفريق يعني في الملعب بسبب اصابته بفيروس كورونا، ده برضو قبل ما تتحول المسحه الحمد لله في الوقت المناسب للسلبيه. لكن بغض النظر احنا بنتكلم يعني او عن اي حتى ظروف، هو قال الاهلي بيعمل دائما من اجل تحقيق الفوز، واكد ايضا ان الاهلي سوف يستعد بقوه لمواجهه بالميراس، خاصه ان الفريق يعني تغلب عليه في النسخه الماضيه من البطوله، لذلك ستكون مباراه صعبه لان بالميراس فريق كبير وتوج باللقب القاري عن جداره، وهو ما يزيد من صعوبه المواجهه. وكمان قال موسيماني ان الاهلي لا يخشى مواجهه اي فريق وسوف يقدم كل ما لديه من اجل ان يتخطى يعني بالميراس، ويعني اعتقد ده كلام برضو مطمن جدا وتصريحات كويسه جدا. بس خلونا نروح